أولا تحية ليك عبد الله، وتحية لأخبارنا، ومدة دي ما تلاقيناش وجمعنا هذا الخبر الجميل ديال وليد البلاكي. وإن شاء الله نتكلموا على الأمور الأخرى اللي هما المساعدين ديالو والتفكير ديالو يعني مستقبلا إن شاء الله. لا هو كان أولا أنا طنكو مغربي دائما كان آمن بأنه خصو يكون إطار وطني مغربي محض، وحتى إلا كان الإطار الأجنبي خصو يكونوا فيه المقومات ديال ذاك المدرب الكبير، ما يكونوش نجيبوا حنا اسماء اللي ممكن نلمعوا الصوره ديالها وما بعد انها تمشي تلعب في برا. هذا ليس نقصا من المدربين اللي كانوا في الفريق الوطني المغربي اللي هما عندهم جنسيه غير مغربيه، كان دائما عندي يراودوني واحد السؤال دائما كان وضعوا لما لا نشوف مستقبلا اطار وطني مغربي اللي يكون ان جون اللي تضع فيه الثقه. دونك كانت الثقه عبر فريق الوداد البيضاوي بالنسبه للوليد، الاستحقاق اللي وصل ليه مع فريق الوداد البيضاوي والعقليه ديالو، دونك كان كيتمتع باشياء اللي هي ما عندش بزاف ديال الاطور اللي هي سواء مغربيه او خارجيه. تم الالتحاق ديالو في الفريق الوطني المغربي، كنت مآمن بانه دائما وليد كنشوف فيه بان ذاك المدرب الكبير، حتى ملي كان كيلعب في الفريق الوطني المغربي داخل رقعه الملعب تبان بانه مدرب في لي كوريكسيون ديالو، لا بالجسد ديالو ولا بالفم ديالو. انسان عنده جميع المكونات باش يكون ذاك المدرب الناجح، وانا كسبتها ماشي مره ماشي جوج، والناس كيتسحبون بانه راه كاين بان الاخبار كتجيني من شي بلاصه، مي نو اشياء كنتنبؤوا ليها واشياء كنعرفوها بحكم التجربه ديالنا كلاعبين وكمؤطرين. وحتى بالنسبه للمساعدين ان شاء الله في السؤال ديالك بالنسبه للمساعدين اللي غيكونوا، حتى هما كتبت الاسم ديالهم عبر واحد التدوينه والامور تحققت، ونتمنى ان شاء الله نتنبؤوا الاشياء اللي هي جميله وجميله جدا لما ان شاء الله مستقبلا، لانه كيفرحني اكثر بقدر ما انه نتمنى ان جو انا نكون متواجد، ولكن الا شفت العناصر اللي كاينه فكان مراد حدي ود متواجد معاهم. اولا كان في التفكير اللي عند وليد عند مراد حدي ود، دونك الا ما كانش الحاجه مغامره دونك راه ما عنديش فكر. دونك في المغامره ملي كيستافد الانسان في المغامره فين دائما الانسان كيقول الكلمه ديالو، هو قبل التحدي على انه المدرب هو لونترينور برينسيبال ديال الفريق الوطني المغربي، وانا كنعرف التحدي ديالو هو كل ما كانوش عنده ضمانات في العقل ديالو بانه في مع الاخوان اللي غيكونوا متواجدين معاه بانه غادي ينجح، كون ثقا بانه ما يقبلش. وانا اللي كنعرف وليد لا لاعب ولا مدرب ما عمره كيقبل على واحد الحاجه اللي ممكن انه يكون عندها ولو واحد الجزء بسيط ديال الخساره، دائما كيقلب على الانتصار. سي فغي كو انا بالنسبه ليا كنشوف بانه تقدر تكون مغامره، ولكن دائما الرابح فيها وليد. اولا غيكون ستاف تكنيك مغربي، ثاني حاجه ملي غنتكلموا على الاسماء اللي هي متواجده معاه فهي اسماء اللي قلتها سابقا، وهما كاينين اخوان كنعتبرهم من احسن ما كاين ومن خيرات الاطور اللي كاينه، يمكن فيها اسم اللي هو جديد على الساحه الكرويه، ولكن هذا الاسم من بعد ان شاء الله غادي نتكلموا عليه باش نقولوا حتى هو نعطيه الحق ديالو. وانا كنظن باش ما نكونوش قاسيين على المدرب اللي مشى، لانه كانت لا ديسيزيون تخات تقريبا من بعد لا كوب دافريك، ولكن كاين اشياء في الكواليس ما كنعرفوهاش حنا. كان الرئيس سي فوزي الرجاء اجل لانه باش تكون مفاوضات ما بينه وما بين المدرب، لان كانت مفاوضات ماراطونيه ما بين الوحيد والمسؤولين ديال الجامعه الملكيه المغربيه برئاسه السي رجع. كنظن بانه التوقيت اللي جا فيه وليد ديال عنده جوج ديال لي ماتش اميكو، غيخدم على دوك لي ماتش، يخدم على لي زونترينمون اللي غيكون، غيخدم على البريباراسيون افون لا كوب دي موند، ولكن لو كوتي بسيشيك هو اللي ما كيعرفوش الناس، لانه حنا وصلنا واحد الوقت مع وحيد خليلوزيتش وصلنا لواحد لو توب ديال ان الانسان ما بقاش يقدر يفكر اكثر من داكشي اللي عنده. يعني بعض المرات راه ماشي دائما بالكره او بالتقنيات ممكن تنتصر، كاين واحد الحاجه سميتها لو جو كوليكتيف، ولو جو كوليكتيف راه ماشي غير سور تيغان، راه حتى ملي كنكونوا كناكلوا ملي كنخرجوا ملي كنمشيو نعسوا ملي كنكونوا هذا، دونك حنا ما بقاش دونك اون بيردي واحد الحاجه اللي سميتها هذيك لا كونفيونس بيناتنا، وهذيك العلاقات اللي كتجمعنا ما بين لا دينيا ولا اخلاقيا ولا رياضيا ما بين اللاعبين. دونك فقدنا بزاف الفريق الوطني المغربي في واحد الوقت فقد البوصله ديالو، لان كنشوفوا بانه كاين واحد المشادات كلاميه ما بين اللاعبين واللاعبين، ما بين اطار وجمهور، ما بين المدرب والجمهور، ما بين انفصال فريق المنتخب الوطني المغربي على
مصطفى حجي، ومن بعد خرجوا دي ديكلاراسيون ديال مصطفى وديال ديال ديال المدرب، وكاين اتهامات خطيره. الفريق الوطني المغربي ما خصوش يوصل لاتهامات وما خصوش يوصل لنتيج. الفريق الوطني المغربي رايا، الفريق الوطني المغربي جواز صفر اخضر، والفريق الوطني المغربي انتماء، حب الوطن وحب الملك وحب الرياضه. لانه دائما خصنا نكونوا كنفكروا بان الالتحاق ديال الشخص بالفريق الوطني المغربي خصو يكون مفخرا للبلد ديالو والمدينه اللي كينتمي ليها والاسم ديالو والعائله ديالو. شوف هو لا كاليتي جوا كاينه، دونك لي جوا راه كاينين عندنا، الماده الخام كاينه، خصنا كما قلت لك خصنا بسيكولوج وليد واعر. لان شنو البدايه ديالو مع الفريق الوداد البيضاوي؟ كانوا النتائج ما بين المتوسطه وما بين الضعيفه في الاول، لانه كان يتم الاقصاء ديالنا لو نهزم من مباراه الزمالك. ولكن من بعد عرف كيفاش يربح المباراه ديال الزمالك هنا ومن بعد ليه. دونك وليد كيعرف كيفاش يخرج ولا يمتص الغضب لا ديال الجمهور ولا ديال اللاعبين، خصو لا كونسونطراسيون توتال وكيتحمل الامور اللي هي كتعلق بما يشتت العقل ديال اللاعب. كنظن بانه الاضافه اللي غيعطي وليد للفريق الوطني المغربي هي انه غتلقى فريق واحد، منك كتلقى اي واحد اللي يلعب واللي ما لعبش غتلقاه فرحان، غتلقى بانه الناس خدامين بجد، واول مره في التاريخ غتعطى فرصه الاطار او الاطر المغربيه باش يبينوا شنو اللي كاينين. اللي كنتمنى على انه الكره تمشي في الاتجاه ديال وليد، يستحق كل احترام وكل تقدير، لان وليد غادي يعطي اضافه. وانا كنقول دائما وكنعطي ليكزومبل بواحد المدرب اللي دائما تنقولوا اللي هو تودوروف. دونك تودوروف هو بسيكولوج اكثر ما هو مدرب، دائما كنت كنختاروا لانه كيتحمل المسؤوليه ديالو مع اللاعبين، وكي كيخرجهم من داك السياق ديال المشاكل وكيدخلهم في السياق ديال لا كونسونطراسيون توتال باش الانسان يستافد من الكره. الماده الخام كاينه كما قلنا، اللاعبين، الرجوع ديال بعض اللاعبين اللي كنتمنوهم. خلينا من دوك العلماء اللي كيتكلموا ويقول لك لا هذاك مون كومبيتيسيون، هذاك نو ما ديسيبليني وكذا. انا الفريق الوطني المغربي خصو يكون في حاجه ماسه لجميع اللاعبين اللي ممكن يعطيو. ليكيب ديال لا بلغاري، ليكيب ناسيونال ديال لا بلغاري كانوا عندهم كاع المشاكل ديال الدنيا والدين، ولكن نهار اللي جاو ورجعوا واحد ثلاثه ديال اللاعبين للفريق ديالهم، وانا باقي عاقل ذاك العام، باقي نعقل ديك الساعه غنعرف شنو هي الكره البلغاريه. ضد فرنسا تأهلوا لا كوب دي موند باش بلاغاج دو فانك، دونك عندهم داك الحروريه، ومشاو لا كوب دي موند وغيقصيو الالمان، وكانوا معاه في نفس الاوتيل، وكانوا هما ناشطين ومعاهم عيالاتهم وفي لابيسين وكل شيء، وفي العشيه كاين الماتش والناس ربحوا. دونك عرفوا كيفاش الناس المسؤولين ولا لي بسيكولوج اللي هما واعرين، عرفوا انهم يمتصوا داك المشاكل اللي كاينه وما يخرجوش على النطاق ديال كره القدم ويدخلوا فيها ويعيشوها، كون ثيقه بان تكون نتيجه. ووليد والاخوه اللي كاينين معنا اللي نذكر الاسماء ديالهم، كنت ايقن بانه هذا الشيء غادي يعطي اضافه للفريق الوطني المغربي. نتمنى الرجوع ديال بعض اللاعبين اللي لو وضعتي لي السؤال ممكن تذكر الاسماء ديالهم. هو بالنسبه للامزين ما كيعرفوش الناس، لانه اسم جديد على الكره المغربيه، لانه كلاعب وي، ولكن كمؤطر ولا كمسؤول ما كيعرفوش. دونك انا اولا كانسان دينيا رياضيا اخلاقيا انسان يتمتع بكل المؤهلات باش يكون في الجانب ديال الوالد. اون بليس كيعرف وليد مجيان، وكانوا كيلعبوا لو ميم بوست، وكيعرفوا بزاف د الحوايج، ولغه كرة القدم كيعرفوها، اللغه كيعرفوها لا العربيه ولا الفرنسيه، دونك ناس مثقفين كيفهموا شنو كاين. بليس رشيد بن محمود اللي بهذه الاشاره كنقول له هنيئا لك، ويمكن ترد الاعتبار ديالك تنصفتي كانسان كرياضي، واللي ما كيعرفوش الناس وكيتسحبون بانه رشيد بن محمود بانه دائما داك العنصر اللي دائما يعيش في الظل وباقي هو لاجوان. نو نو، رشيد باقي ما تعطاتوش الفرصه، ونهار اللي غتعطى الفرصه رشيد بن محمود غيكون في المستوى الكبير. كنعرفوا اخلاقيا ودائما تنقولها وتنعاود، حنا مسمينو الاب، تنعيط للوالد، تنعيطو للوالد بالضحك دائما، وانسان ديال الكرم والضيافه. كنت كنمشي عنده في اي وقت كنا كنجيو انا قيسي عبد الرحيم وكيلي، كنمشيو عنده في واحد البلاصه كيستضفنا ويدينا للدار ونريحو. والله شاهد على ما اقول، داكشي اللي كيديروا مع الناس ما كيقدرش يديروه بزاف ديال اللاعبين اللي متوفره لهم جميع الامور الماديه باش ممكن على انهم يعيشوا الرفاهيه. ورجعوا للرياضيا وتقنيا، رشيد بن محمود عنده كاع المؤهلات باش يكون ادجوان وباش يكون مدرب. وانا قلت لك بانه ما تنصبش في واحد الوقت بلا ما نتكلم على الظروف اللي خلات على الانفصال ديالو على الفريق الوطني المغربي حرف باء، والرجوع ديالو للفريق الوطني الف، دونك اللي هو ليكيب ناسيونال ا. كنظن بانه التفاته جيده من الناس المسؤولين، التفاته جيده من سي فوزي انه يعطي هذا لو كادو في هذا التوقيت بالضبط الوليد
ولينا حنا كمغاربه باش يكونوا هاد الاطر الثلاثه. كنتمنى من الله سبحانه وتعالى انهم يبعدوا منهم، يحيدوا داك لاسيزاني اللي كاينه، يقربوا الامور، ما يحاولوش يبعدوا المسافات ما بيناتهم، لا ما بين اللاعب ولا ما بين المسؤول وما بين الاطر ديالهم. كنتمنى من ستاف ميديكال حتى هو يكون قريب منهم. نتمنى الجمهور الحضور ديالو يكون اضافه كبيره كما تعودنا عليه، كيكونوا انتقادات كيكونوا اشياء، ولكن كون متيقن بانه الجمهور المغربي يحب كره القدم ولا يفهم في كره القدم. دونك صعيب باش انك تقنعوا بانه هذا العام خصوش يكون، هذا العام خصوش يكون. الناس ولاو كيفهموا، ولا دابا لغه الانترنت كتكلم، ولا دابا لغه البحث ولات كتكلم. الانسان ملي كيدخل لواحد المكان كيقلب كيشيرش كيعرف السي في الانسان، ويكيبيديا شنو كاين شنو كاين شنو كاين. دونك اللي كنتمنى هو انه تعطى الفرص كما تعطات الناس السابقين، وما كنتهضرش على الماديات. لي زافونتاج اللي غادي يكونوا ديال الاشخاص اللي هما كيمثلونا في فريق الوطن المغربي يتعطاهم نفس الحجم ونفس القيمه، كون تيقبلنا تكون نتيجه ان شاء الله. اول ما نقدرش نقول لك الاسماء اللي لا تستحق، ولكن نقول لك الاسماء اللي ممكن تجي. حتى انا كنت من الناس اللي كنت كنتقلق ملي كيكريتيكيني شي واحد، ولكن اونطوم ما كنقدرش نجاوب لانه كنحس براسي بانه بحال مظلوم وداك الشيء. ولكن كاينين لاعبين اللي خصهم يكونوا في الفريق الوطني المغربي، او خصو يكون الرجوع ديالهم. الا شنا خصو يتحل المشكل ديال زياش، سي سيغ كو غيكون تحل المشكل ديال زياج والرجوع ديالو. كنتمنى على انه ما يكونش شيء اخر اللي هو كبير من الرياضه اللي كيخلي الرجوع ديال احمد الله غير متواجد. انا كنقول رياضيا وحتى انسانيا ودينيا يقدر يكون غلط هذاك الولد، صافي الله يجعل البركه. كاينين بزاف الناس اللي غلطوا في الفريق الوطني المغربي وحصلوا، ولكن كانوا مخبين وخانوا كانوا داك الشيء. انا ما نقدرش نقول، لان تنقول الحوايج اللي زوينين نقولهم، زوين خايبين بلاش. انا عشت في الفريق الوطني المغربي 7 ولا 8 سنوات، كنعرف الاقصائيات ديال لاكوب دي مون دو فوا، لاكوب دافريك 3 فوا، المشاركه ديالي في لاكوب دافريك 1 فوا. دونك هاد الامور كنعرفوا بزاف د الحوايج. ولكن انا تنقول بغض النظر على انه غادي يجي عندي شي واحد اللي كيفهم في كره القدم يقول لي لا راه مونك دو كومبيتيسيون، راه سيسبوندو، راه عنده واحد 3 موا ما غاديش يكون وداك الشيء. دونك انا في المقارنه ما ندير زياش معاه، لانه النيفو اللي كيتريني فيه زياج وكيلعب فيه زياش ماشي هو نفس النيفو اللي كيلعب فيه ولا كيتريني فيه احمد الله. ولكن انا تنقول حنا ضيعنا كفريق وطني مغربي وككره مغربيه، ضعنا في زي في في في, في احمد الله 10 سنوات تقريبا. انسان النيفو ديالو كيخولي باش يكون فريق الوطني المغربي. هذه نصيحه او هذا طلب، وزعما استعجال اللي كنطلبوا من الرئيس الجامعه المغربيه لانه كيتواصل مع الناس وكيفهم. كنقول له الله يجازيك بخير، طلب من واحد اللاعب سابق ومؤطر كيقول لك بانه الرجوع ديال حمد الله الا كان فيه منفعه للفريق الوطني المغربي من الاحسن انه يكون. تنقول حتى الوالد والاطر اللي معاه والاخوه اللي كنتوا متواجدين معاه. كنتمنى ان الرجوع ديال زياش، الرجوع ديال حمد الله، كنشوف الغياب ديال داري، الغياب ديال اكرد، ديال نايف اكرد، على انه الاصابه اللي جات بون سي 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 بيان دوماج بور لوي، باسكو يلا في البدايه ديالو في الدوري الانجليزي وكان كلشي كيتنبا على انه يكون عنده مستقبل كبير، وسي سيغ غادي يمشي مزيان ان شاء الله في الرجوع ديالو مع الفريق ديالو. وكنشوف الماتش اميكال الاول اللي دار. كنتمنى انه في الغياب ديال اكرد الحضور ديال داري. نتمنى انا انا بالهند اللي كان عارف ديال مونبولي وي دابا من بعد، انا تنقول لك بالهند اللي كان عارف ديال مونبولي، ولكن من بعدها كان بالهند في النيفو في كلشي ما عمرو عجبني، ولكن بالهند ديال مونبولي مزيان. هذه سنين ما تبعش بالهند باش ما نكونش ظالم، ولكن الكره اللي كان عارف ديال بالهند كبيره كبيره، ولكن من بعد واش بالهند مزيان او ماشي مزيان ما شفتوش، باش ما نقدرش نقول لك الرجوع ديالو في صالح الفريق الوطني المغربي او لا. مي كاينين لاعبين اللي هما متواجدين، يمكن كاين الرأفه وكاين الحنان وكاين بزاف الاشياء كيديروا دور اخر من غير كره القدم، اللي كانوا متواجدين في الفريق الوطني المغربي. ما كنظنش بان الوالد غادي يخليهم. كنت تيقن بان كاين واحد 4 ولا 5 حتى 6 ديال العناصر ما غتلقاهمش في ليكيب ناسيونال، ما يعاودوش يرجعوا ليكيب ناسيونال ما دام وحيد، ما دام وليد الركراكي مدرب الفريق الوطني المغربي. هو بحكم دونك انا هنيته قبل ما نجي عندك لهنا، لانه هنيته وجاوبني على اساس بانه الناخب الوطني المغربي، وقلت له كمل داكشي اللي بديتيه. واللي زوين في وليد قبل ما نقول النصيحه ديالي، اللي زوين في وليد هو انه ما كيتشبتش بمدرب او اطار في المستوى الكبير، بقدر ما انه عنده كاريزما ديالو، عنده اشياء ديالو كيعيشها، كيصنع على انه ان جوغ يبقاو يقولوا واش انت كتشبه الوالد الركراكي. هذو من الحوايج اللي هما زوينين فيه، ما متاثرش بشي واحد اللي ممكن انه يخلق ليه الجو باش انه يكون هو المعيار او المقياس اللي كيقيس به درجه ديال المستوى ديالو.
والنصيحه اللي غنقول لي غنقول له كمل العمل ديالك، حاول لانه تكون دائما داك لو باترون اللي ما كيدخلش في صراعات مع حتى واحد. كاينه اشياء اللي ممكن انني نقولها له في الخاص غنقولها له بيني وبينه، ما تكونش اعلاميا، غنهضر معاه في الخاص ان شاء الله بيني وبينه. وكنقول له تهلا في هذوك الوليدات اللي معاك، تهلا في رشيد بن محمود، تهلا في في في, في امزين، ناس اللي محترمين لدرجه ما تصورش، غادي يعاونوك بزاف. نتمنى لك حظ موفق، وشكرا للجامعه الملكيه المغربيه برئاسه الشيخ جاع على هذه الالتفاته الجيده وهذا القرار الرسمي اللي كنا كنتمناه وكيتمنى جميع الجمهور المغربي. كنتمنى دائما يكونوا كيفرحونا بهذه الاشياء هذه. كنت ثقن بان الجامعه الملكيه ما غتخل حتى شي حاجه صغيره او كبيره على وليد الركراكي والستاف ديالو. نتمنى حظ موفق للفريق الوطني المغربي والكرة المغربية والسي عبد الله بوسحابة الصديق ديالنا والأخ ديالنا ولأخبارنا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارتاجيو المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.